أغنية جبلنا اللي هو موال جبل كده وبتاع، يقول اوف 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 قولي اوف. اوف بس شكرا. جبل جبل عبد الله طاب وجبلنا، قولي اوف. اوف شكرا. جبل عبد الله طاب وجبلنا، مهما الدهر خد بعض وجبلنا، راح نبقى ما بنترك جبلنا، تغاب الأرض أغلى من الذهب. راح أوف تاني. أوف 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 أوف، عندك بحرية يا ري لك سمر وشرية يا ريس، والبحر كويس يا ريس، وصل حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. المفروض اصفي كان. والله أغنية وطنية بيحبوها جدا الشوام واللبنانيين وكذا، فواحدة من الأغنيات الخالدة يعني في الذاكرة وكذا، صحيح. وبحبها طيب، شديد. بذكر تراب بلدنا وبذكر الاغاني الوطنيه، عندك قناعه تامه بانه الفنان بيستطيع انه عن طريق فنانه يقدم لبلده الكثير من دحر عادات سيئه وتقاليد ممكن تكون متبعه لكن مضره او غير من الاشياء؟ شاركت في عدد من المبادرات، وعايز اعرف يعني خلاف انك شاب، والشباب معروفين باجتهادهم في مجال العمل التطوعي والعمل الخيري وتقديم كل شيء جديد للبلد، دعم القضايا الوطنيه من خارج السودان. من خارج السودان بالتاكيد، انه اي انسان هو خارج بلده هو سفير لبلده، فبالتالي زي ما بقولوا صدفه جات معاي، صدفه انه اكون متواجد في مصر. والله مذكر ما كان في حاجه خلاف، انه بس ماشي يعني اخذ حاجات معينه كده لها علاقه بالتصوير وبال لقاني واحد من الشباب المميزين ومعروف هو في الحراك الطوعي وفي مصر، يعني هو مصري، فقال لي يا اخي انت سوداني، انا حضرتك واتمنى انه تكون معانا في ليله عايزين نكرم فيها منتخب مصر للصمت. فكانت مبادرة اسمها ينابيع الحياة، وده كان اللي هو بدايتي في العمل الطوعي والمبادرات وكده. فمشيت، استوقفتني حتة انه سوداني يكرم منتخب مصر للصمت، يعني بجد كانت حاجة جميلة. حسيت انه هي بادرة طيبة في سبيل توطيد العلاقات ما بين البلدين، حتى لو بشكل دبلوماسية شعبية زي ما بقولوا. بعد ذاك جيت هنا السودان وعملت كان النشيد الوطني السوداني بلغة الإشارة، هم قروا في الأخبار كده، ورجعت مصر هناك برضو ساهمت في إخراج النشيد المصري بلغة الإشارة فكرا وإخراج يعني شغل على ورق زي ما بقولوا كده. كويس، أنا ومعي مجموعة من الشباب المصريين هناك. بعديه اقترحوني إنه مفروض نقعد ونعمل ورشة نعيد فيها لمسلسل للصمت، مسلسل كامل يعني 30 حلقة. لقيت انه العمل الطبيعي ده جانب جميل وبوريك مزايا تانية في الشيء اللي له علاقة بالإنسانية، في الشيء اللي ممكن يخلد حتى لو انت فارقت الدنيا، في الشيء اللي هو بتحس انه ربنا سبحانه وتعالى اصلا ما خلقنا الا لعبادته يعني، فماله طيب الواحد لو في طريقه ممكن يستصحب حاجات زي دي يبادر. بعد ذاك جينا هنا، معاي مجموعة من الشباب برضو تعرفت عليهم في الحراك الطوعي ده وكذا، واستفدت منهم والله هنا في السودان. هم ما شاء الله عليهم يعني على مبادراتهم اللي هي ما شاء الله. عملنا يوم للتبرع بالدم كان في الساحة الخضراء، اليوم ده تحديدا حجم المتبرعين فيه كانت عددية مهولة. لما بعثنا
الصور اللي هي المبادرات اللي في الإقليم الإفريقي معنية بالأمر بالأعمال الزيدية يعني. فاندهشوا من أن السودانيين قادرين يعملوا مبادرات ويلموا كمية هائلة في يوم واحد من جزايز الدم يعني. اقترحوا أن السودان ينضم لنادي 25 للمتبرعين بالدم في جنوب أفريقيا، وقد كانوا الحمد لله منضمين للنادي اللي هو بيسهم في رفع ثقافة التبرع بالدم وكذا. بعد ذاك مؤخرا لغاية هسي يعني من كم يوم كذا اقترحوني كشريك إعلامي للحملة الأممية للمسؤولية المجتمعية اللي هي قايمة بها دول مجلس التعاون الخليجي ومعها كمية من الدول، إنه عايزين يوم 25 ديسمبر إن شاء الله يكون انطلاقة اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية ده اللي هو بنوجه من خلاله المؤسسات الكبيرة اللي هي قادرة على إنها تضيف وتدي في كل البلدان، إنها ما تقيف وإنها تدعم الشباب وتدعم المبادرات الزي دي، ويستمر العطاء وربنا يتقبل من الجميع يعني. إن شاء الله. جميل جدا إنك تستخدم طاقاتك الناجح فيها وموهبتك الناجح فيها واللي حبها كل الناس في استقطاب أعمال الخير، وده بعده بتحس بسعادة هي متعة العطاء بيقول عليها. إن شاء الله دائما يا رب تكون ثابت في المجال ده، وزي ما أنت قلت دي الحاجات اللي بتخلي الإنسان يذكر حتى بعد وفاته يعني. بعد عمر طويل بالتأكيد إن شاء الله. والله إن شاء الله لنا جميعا، إن شاء الله ربنا يتقبل منا جميعا إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. نغني الحافلة الفنانين الحاسشون نرجع للكوميديا. أيوه طيب تمام. حسيت انهم جادين شديد يعني. لا لا لما يعني اكون جادي ما بعرف نفسي انا ذاتي. لاحظت انا مرات بكون جادي لما بخجل من نفسي يعني، والله سبحان الله. بس طيب الكوميديا جميله يا اخي. صحيح جميله يعني. انا بس معي في مشكله هاي تتحل بعد شوي. طيب الحافله دي تخيلتها انه مجموعه من الفنانين راكبين حفله، والحفله عندنا في السودان فيها تفاصيل بس جميله، بس هتاخذ لنا منها مقتطف بسيط عشان يعني زمننا اوشك على الختام، واحنا عايزين ناخذ ثاني الهندي. ما في مشكله خلاص. طيب نقايضه بالهندي وتدفعوا فريق، ما عندي اي مشكله. خلاص نقايض بالهندي خلاص تمام جدا. طيب اللي هو الهندي هي قصه بتاعت فيلم او افلام ومسلسلات يعني. مثلا لو سرحنا ودققنا كده في المسلسل التركي لما يبدا بتلقى المراه عندنا في السودان لو في ايدها في مفرقه تلقاها شغاله هسجمك يا مهنا ورماده رماده زول المستني لك اللي بيحرك طوالي في المسلسلات التركيه، وبعدين تعال شوف التمثيل بتاعه تلقاه شغال لك نور. أنا قلت لك بدي أتزوجك. لك مهند. لشو ما حولت لي رصيد ب 2000 جنيه؟ تحصل لقطة حزينة كده ومشهد حزين. إيه الله يرحم أيام ما كنا صغار. كل واحد فينا عم يحلم. يحلم بدلال ويحلم بأنه يعني يكون تعال شوف اكثر ناس خيالهم واسع الهنود. بدايه الفيلم الهندي قال لك لا هي زندگی ور تم دمار سمجھ بار مبار گئے چالو کر گیا اے بابو بابو میٹوم سے بیر کرتا ہو بابا چالو میری ری گیا کرتا ہے بابا لبڑ جی زندگی گیا کرتا ہو بابا لگ میر لگ میر کو کبش 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 البطلہ راجا راجا يكون سمع له في كسلة كيف ما تعرف ما هندي يا أخوانا الموضوع ده يعني خيال هو هندي فيلم يعني كده كويس راجا راجا مرتا دي معلش دي بس مشتوى لي ذا ناي زندگی هي تعالك كيا دي رجالتك دارفور حجاب كه لا قمر قوا كبش راجا ترى بانا غرزك هي
ترابانا غرزة كي هم تربنا بنا هنا هزا كيتي ترابنا كيا وجود ميرا نهاية الفيلم الهندي البطل والبطلة ماشيين في الشارع لقوا شافعة صغيرة ربوها كبرت طلعت أمهم أعزائي المشاهدين معليش استاذ هشام عكاشة اللي معانا داخل الاستوديو وراء نوصل الميوزك بعد كده نبدا نفرفش نحن هيا بنا طيب حاجه سريعه كده تختم لنا بها طيب والله لو في حاجه سريعه كده الواحد يختم بها ممكن مثلا نخليها نكات في النكات وفي الحاجات دي طيب قصة الحافلة ذاتها شايفة مناسبة أوكي عمك راكب في الحافلة والحافلة بعدين كلها فنانين وكلها ناس قاعدة كده وطلبة راجل كبير قام فتح موضوع قال انتو ساكتين ساكت كده بس حافلة دي يعني وقاعدين كده ومبسوطين ويعني أموركم مبسوطين انتو ما تمرقوا أمرقوا قاعدين لجنو ما تمرقوا الناس دي مرقوا واحد من الجماعه قال لي الحاج يطلعوا يمشي وين ان شاء الله نحسب انه كلامك ليس طيب وليس مبارك يعني قال لي مرقوا هاي يمشوا سويسرا يمشوا لبنان يمشوا مصر يعني انا قصدي كده يعني الحافله ماشي سواق الحافله حبه يلم الموضوع فتح الرادي جاب عمرو خالد عمرو خالد المصري قال السلام عليكم ورحمه الله تعالوا بكده الشباب يا جدعان ازاي كده هوت يقعد يدمر في نفسه ما يصحش انك تدمر في نفسك حب بلدك البنت دلوقتي تجيلك لابسه قصيه تقول لها ده ايه تقول لك دي موضه اسمها شطفني ما تشطفي في بيت ابوكي وتطلعي من بعد كده وحاجات كده حاجه عايز اقولها يا رب يا رب يا رب احفظنا كل سنه في امين امين امين, أمين. السلام عليكم رحمه الله تبارك الله خليها لغايه هنا الحافله هي طويله طبعا الحافله لؤي انا شاكره جدا وجودك معنا اليوم لتلبيتك لدعوه رواح وان شاء الله ما اول لقاء وما اخر لقاء معنا شكرا لك كثير الله يديكم العافيه شكرا لكم جزيل الشكر ان شاء الله امنياتكم كلها محققه ويا رب دائما موفقين وتامين وسالمين وكثر خيركم شكرا لك شكرا لكل الساده المشاهدين اللي تابعوا رواح لي اليوم بكره يوم جديد ضيف جديد إن شاء